نادين اجيلك، يمكن انت رحتي دراسه في امريكا وعملتي ارقام كويسه جدا، احنا كنا متابعينك وشفنا ارقامك في الجامعات كانت ارقام كويسه جدا، ورجعتي قعدتي شويه. لا نادين راح المانيا، مش رايحه كورونا مش كورونا، احكي لنا القصه دي. بص، كان صراحه قرار صعب جدا. انا كان حلمي يعني ان انا اكمل واروح اوروبا بعد ما خلصت في امريكا، بس طبعا الظروف كورونا ما كانتش احسن حاجه، ف يعني مشاجرات كده مع اهلي وحسبت كل حاجه كده بروز وكونز، فطلعت بقى ان احسن حاجه ان انا يعني افضل موجوده وارجع النادي الاهلي واديله الخبرات اللي انا كسبتها هناك، وده ناديه في الاول وفي الاخر، والحمد لله يعني انا شايفه الحمد لله ان انا خدت القرار الصح، وطبعا مش ندمان عليه خالص مستحيل، ومبسوطه جدا بادائي اللي انا نزلته، والحمد لله حققت اول بطوله مع نادي الاهلي.